بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة النطق بالأحكام. الجنيه رقم 11726 لسنة 2020 مركز المنزلة، مقيدة برقم 1691 لسنة 2020 كلي المنصورة. المتهم فيها محمد خليل علي خليل السخري. المتهم كان دفعة للكشف عن قواه العقلية، فقررت المحكمة بوضع المتهم محمد خليل علي خليل السخري تحت الملاحظة بمستشفى الصحة النفسية والعصبية العباسية لمدة 30 يوما لملاحظة المتهم بمعرفة لجنة ثلاثية من الأطباء المختصين بالمستشفى، ووضع تقرير عنه يوضح حالته، وما إذا كان يعاني من آفة عقلية أو ذهنية تجعله غير مسؤول عن فعله وقت ارتكابه الواقعة من عدمه. وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل 21 لورود التقرير. فورد التقرير يفيد أن المتهم محمد خليل علي خليل السخري لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت الواقع محل الاتهام أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب، مما يجعله مسؤولا عن الاتهام المنسوب إليه في القضية رقم 11627 لسنة 2020 جنايات مركز المنزلة. وبعد سماع المرافعة والاطلاع على المادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق الدعوة للمتهم محمد خليل علي خليل السخري إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه وتأجيل النطق بالحكم لجلسة 29/8/2021 مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.